الأشواط، ونبدأ البداية مع أول الأشواط وضربة البداية الأولى، حيث كان المسار من سلطانة خلفان بن محمد بن خلفان السويدي ب 12 دقيقة 54 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني، تحقق أفضل إنجاز أو أفضل توقيت زمني في صباح هذا اليوم، وتهانينا والناموس على هذا الانتصار المستحق. بينما ثاني الأشواط حضرت من خلال هذه اللحظات فدوة وحمد بن ناصر النعيمي، حيث حقق الانتصار وحيث كانت على الموعد ب 13 دقيقة وتسعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز يا النعيمي وعلى هذا الإنجاز المستحق من أرضية ميدان المرموم. هذا الميدان الذكي. أما الشوط الثالث كان الوعب، وكان حمد بالعود العاملي هنا من استحق هذا الانتصار في المحليات الأصايل، وحيث حقق الناموس ب 13 دقيقة 27 ثانية وجزئين من الثانية، ليهدي هالي زاخر أجمل تحية وفوز وناموس مستحق من ميدان المرموم. أما الشوط الرابع والجولة الأولى ذهب عاني وذهب بالفوز عاني إلى فهد بن سيف البوسعيد الخيارين، حيث حقق هذا الانتصار في مستوى هذا الشوط ب 13 دقيقة 22 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. أما الشوط الخامس حضرت سمحة مشاهدين الكرام بكل قوة وبكل أداء مميز سلالة الفيل وأربع سيارات في رصيدها، حيث كان على الموعد هنا عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري ب 12 دقيقة 57 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، وسلاماتنا لأهالي المصانع الجنوبية على هذا الأداء الجميل. أما الشوط السادس هنا نسيم مشاهدين الكرام، تشم النسيم وتشم هذا الأداء المميز لعبد المحسن بن سالم بن برك المري، حيث حقق 13 دقيقة وثلاث ثواني وتسع أجزاء من الثواني مع نسيم، وحققت هذا الانتصار الكبير والانتصار المثير. أما الشوط السابع أيها الحفل الكريم والجعدان المحليات الأصايل، حيث حضر شعار بالكديدة وهالي المرموم على موعد دائما مع الناموس ب 12 دقيقة 13 دقيقة 27 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن سلطان بالكديدة على فوز مياس بهذا الفوز والناموسي والانتصار. أما ثامن الأشواط حيث كان شاهين على الموعد وهالي الفوعة لسالمين بن دغاش بن محمد العامري ب 13 دقيقة 24 ثانية بالوفاء والتمام والكمال على الفوز والناموس، نهديهم أجمل تحية من المرموم إلى الفوعة. أما الشوط التاسع والجولة الثالثة حيث حضرت الطيارة في هذا الانطلاق بعدما كان التنافس شرس ومثير، إلا أن الطيارة في اللحظة الأخيرة استطاعت أن تحلق في أجواء الناموس ب 13 دقيقة 16 ثانية وجزئين من الثاني لتهدي هالي المدام هذا الفوز المستحق لحمد بن سالم بن سليم الاجتبي، تهانينا والناموس. أما الشوط العاشر حضرت نهابة لتضيف الإنجاز الثاني لهذا الشعار على التوالي في نقطتين مميزتين في ثالث الجولات ب 13 دقيقة وسبع ثواني وست أجزاء من الثانية، وتهانينا أيضا لبو محمد حمد بن سالم بن سليم الكتبي على هذا الإنجاز الكبير. أما الشوط الحادي عشر أتى من صانع الجنوبية ومن أهالي القوع ويأتي شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي، حيث كان من البداية إلى النهاية بدون أي تعليمات والآلي محنط تماما على ظهر شاهين، وهو يقود هذه المجاميع إلى خط النهاية ب 13 دقيقة 24 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، ويهدي هالي القوع تحية وناموس مستحق من هذا الميدان. أما الختام مشاهدين الكرام ذهب أيضا لهالي العين وهالي زاخر وكان رزين بالانطلاقة الأخيرة في صباح هذا اليوم لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي الجريء ب 13 دقيقة و 29 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، حيث كان على موعد مع الختام وختامها مسك لهالي زاخر في هذه الانطلاقات. هكذا مشاهدين الكرام أتينا إلى النهاية، ولكن للنهاية بداية وللبداية نهاية. في المساء نلتقي إن شاء الله بحضراتكم مع هجن أصحاب السمو الشيوخ إلى أن يحين ذلك الموعد. تقبل أجمل تحية من سيد تشير شنابلة ومن جميع العاملين وطاقم العمل هنا في ميدان المرموم. إلى اللقاء.